اوكي، سوينا هاليوم طبق القلية على أصولها مثل ما كان يعملوها أهالينا أيام زمان قبل 70-80 سنة. فهاليوم أنا سويت لكم هذه القلية الطيبة كلش. ميري كريسمس، أيامكم سعيدة جميع، وأهلا وسهلا بكم مرة ثانية مع قناة تيست ترو تايم، ومعكم الشيف نعمة سليمان. وطبق مالتنا لهاليوم هو طبق سبيشل اللي هو نسمينه القلية، أو بالتركي يسموها قاورما. القلية راح نسويها من لحم البقر والغنم والفات. هذا لحم الغنم بالعظام، اهم شيء يكون بينه عظام على مود ينطي الطعم والنغميه للقليه مالتنا. وهذا لحم البقر بهالشكل هذا. خلوكم معانا راح ارويكم شلون نسويها. هذه الاكلات كان اهالينا دائما يسوونها هي ايام العيد، كان يربطون الربايض، وتجي ايام العيد يقوم يذبحون الربايض. أيام زمان ما كان عندهم ثلاجات وبرادات مثل اليوم، فيعملون هاي اللحوم اللي كانت القلية والباسترما أو أي شيء، يجففونه أو يملحونه ويخلونه يحفظونه للسنة كلها. فهاي اللحم مالتنا خليناه بالدست، ما راح أخلي أبد أي مي عليه، بس راح اخلي عليه ملح وورق الغار فوق. راح نخليه على نار هاديه جدا مده 3 ساعات إلى 4 ساعات، وهو راح ينطبخ ويصير عندنا القليه جاهزه. نار هاديه كلش، هو اللحم راح يقطف الماي وبالماي مالته راح ينطبخ. عندنا هذه المسهريه كلش حلوه، تقدرون تستخدموها بكثير من الاشياء. عندنا الويب سايت مالته موجود على المسارية، اللي يحب يسوي اوردر منه يقدر يسوي، يروح على الويب سايت مالته ويسوي له اوردر. We have this beautiful flower pot. If you like to order it, there is a website on the flower pot. You can check it and order it. Thank you so much. هذه القلية مالتنا استوت تقريبا، بس ننتظر ينشف المي مالته شوية. ما تشوف العظم شلون صار؟ من كيف اللحم يقع منه 10 دقائق لك، وراح اطلعه من اشيله من على النار. شلون احمر اللحم مالته؟ الطبق مالتنا جهز. القلية راح افتفتها شوية هكذا وخليها بماعون ثاني وخليها بالثلاجة، هذا الدهن يجي معاها بالطريقة هذه، ونحفظها بالثلاجة اش وقت ما نريد. الاكلة مالتنا حاضرة للفطور، خاصة نحن متعودين ناكلها مع الفطور او بالعشاء. هذه القلية هي مع البقر والغنم والشحم مع الغنم. شلون طبخ اللحم كثير كويس. القلية مالتنا جهزت، راح نجربها. انا متأكد كلش طيبة، طعمه طيب. لازم تكون دهينة القلية على مود تحافظ عليها دائما. نمبر 1، أطيب قلية صارت. جربوها راح تعجبكم كثير. One of the best قاورمه I made. Enjoy it and try it. Thank you. We'll see you for next episodes. راح نشوفكم
حلقة ثانية إن شاء الله. هذه أكلة العيد، كل عام وأنتم بخير، ميري كريسمس.